ترسل ليلة نعلم الناس بصفة عامة عن اليوم نواحي ميدي خارجة سيدة أصلها موريتانية قد عاد جنسيتها فرنسية نواحي شوارب 40 سنة كانت محجوزة والله مديورة ذاك الحجر الاحترازي في واحد من الفنادق جاية في طائرة فرنسا لي 16 مارس أنا تمت البارح لين حست بشوي من الصحة وجاوها الأطباء وعدلوا لها شمل الدواء عقب ذاك اليوم الصباح تفاقم مسوي أساسا شمل الضعف وشمل الفود النية وعقب لين جابوها للطب نواحي ميدي ارتحمت في سيارة إسعاف جايبتها ما فات قاع ونقزت والحمد لله وطلع شورها للأخصائي في هذا الفيروس اللي هو اللي اليوم يعاين ذوك الحالات اللي عندنا الدكتور جاي وتأكد من رحمتها وعدل الإجراء اللي الله من قد تعقيم ومن قد تأمين ذيك الجنازة لين تعود مات المخيوه منها ومقابل ذاك قامت المؤسسات الصحية المعنية بسرد ذوك الحالات اللي فيهم قيل يعودوا عندهم علاقة بها هذا هون نبقي نقول فيه أنه ينعتنا أهمية هذا الإجراء اللي قامت به الحكومة الإجراء الاحترازي اللي يحكم الناس اللي جاية من الخارج متيك 15 14 يوم لين يؤكد من خلاها من الفيروس والحمد لله اللي تبين أنه عاطي النتيجة. إذا هذه أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا في بلادنا، هل من تط